انت المفروض بتعمل برنامج بتاعك عشان ينزل على سيرفر صح؟ فانا باجي لما بعمل برنامج وعايز انزله للعميل، هو انت في الاخر بتعمل برنامج عشان العميل يستعمله. العميل ده بيكون عنده سيرفر، السيرفر ده بيحط عليه داتابيز وبيحط عليه اوبريتنج سيستم ايا كان ويندوز لينكس ايا كان خلاص. وبيجي بعد كده الموظفين بيخشوا على مجموعه من الاجهزه صح ويستعملوا البرنامج ده. وحد فيكم بيعمل برنامج على هيئه ويب ابلكيشن ويقعد يورينا بقى ازاي ان الراجل بيلوجن وبعدين بيشوف الداتا ويسجل ويعمل وبتاع وما الى ذلك صحيح؟ تمام. الجهاز اللي احنا بنشتريه دوت بيكون له مواصفات، بنقوم نقول ان هو المفروض يكون عشان الويندوز والسيكوال، السيكوال بياخد من نموذج الجهاز 2 جيجا عشان يبقى مرتاح، والويندوز عشان يبقى مرتاح بياخد جيجا الى جيجا ونص، يبقى انا محتاج مينيمم 4 جيجا بحيث ان هم يسيبوا لي 500 ميجا للبرنامج بتاعي، ده يوم ما يسيبوا لي 500 ميجا لايه؟ للبرنامج بتاعي، فانا محتاج 4 جيجا بايت اتليست على الجهاز السيرفر. جميل؟ طيب، الاجهزه ديت انا محتاج فيها ايه؟ حسب نوع البرنامج بتاعك. لو البرنامج بتاعك دوت ويندوز بيست فبتخلي الاجهزه ديت لازم تنزل عليها ويندوز، لو لينكس بيست بتنزل على لينكس، لو هو عباره عن ويب ابلكيشن الاوبريتنج سيستم هنا هيفرق؟ لو هو ويب ابلكيشن لا. لا ليه؟ لا ليه؟ انا بكلم مهندسين. لا ليه؟ عشان بقى الاتش تي ام ال او سي اس اس بيشتغل على اي ويب براوزر بالظبط كده، لان اللي بيتنقل في النص هنا ايه؟ أو إيه؟ أو إيه؟ والبروتوكول عبارة عن إيه؟ طبعًا أنتوا عارفين البروتوكولات بقى، بروتوكول النقل بدل من خلال اتش تي بي بروتوكول، أوكي؟ اللي هو الطريقة اللي بنتكلم فيها مع بعض، ده بيتكلم فيها مع ده، فأنا مش محتاج أوبريتنج سيستمز ومواصفات معينة، أنا محتاج ويب براوزر يقدر يفهم الداتا اللي بتتنقل رايح جاي، آدي اللي أنا محتاجه، جميل؟ طيب، بعد ما الراجل اشترى كل الحاجات دي، راح إيه اللي حصل؟ قام قالوا له بص اصل انت السيرفر ده ممكن يتحرق او ممكن حتى يكون اتحرق واتخرب بيته وعيط عليه شويه، انا مريض من المواقف دي وفي ناس هنا عارفه ان انا مريض من المواقف دي، اوكي؟ فاللي حصل ان السيرفر دوت هارد ديسك اتحرق او حصل حاجه زي كده، فاضطر يعمل ايه؟ يجيب سيرفر تاني ويعمل حاجه اسمها داتا ريدندنسي. ايه الداتا ريدندنسي؟ ده كوبي اند بيست. ليه؟ عشان ده لو وقع يبقى ده ايه؟ شغال. حد عنده مشكله دلوقتي؟ لا. طيب بعد كده بصينا لقينا الهاردات بتتحرق كتير، فراح عمل حاجه اسمها ريد سيستم، وبدل ما يجيب هارد واحد بيجيب هاردين لكل جهاز، غير الضغط على الهارد كمان، يعني ضغط ان الداتا عماله تروح وتيجي على الهارد، فلما اجيب هاردين يتوزع اللود عليهم شويه. فكده بقى انا عندي كام هارد؟ بقى عندي 4 هاردات، عندي جهازين، وكده انا في المينيمم ليفل. ليه؟ لان ممكن يحصل حاجه ثانيه، ان النتورك اللي ما بين دي بنسميها حاجه اسمها فيلر بوينت. ليه؟ لان الاتنين دول واصلين على نقطه واحده ورايحين على الدنيا دي كلها. لو ان حصل اي قطع هنا لاي سبب كان، ايه اللي حصل؟ مش ده اتعزل عن ده؟ صح؟ فدي اسمها بوينت اوف فيلير، منطقه سقوط، منطقه فشل. لو حصل قطع فيها كل الشركه وقفت، راحوا قالوا نعمل ايه؟ خلاص نجيب كمان سيرفرين ونعمل كمان فيلير بوينت. بقينا بنتكلم في كام سيرفر؟ طبعا مش توصل كده، توصل عليهم على طول. هتوصل بينا بنتكلم في كام سيرفر لحد دلوقتي؟ 4 مع كام هارد ديسك؟ 8، والتكاليف عماله تزيد كل ما الاحتياجات بتزيد. طيب الكلام ده كلام رائع وجميل، ده كده انا امنت نفسي على الاخر او ما قدرتش امن نفسي على الاخر. جم حاله، طب بص في فكره طلعت اسمها الجريد سيستم. الجريد سيستم دي كانت عباره عن ان احنا نجيب مجموعه كبيره جدا من الاجهزه مع بعض، بدل ما نرميها يعني اجهزه ادمت، بدل ما نرميها نعمله كانهم جهاز واحد ويبقى البروسيسنج بتاعه عالي جدا. طوروا الفكره دي شويه وقالوا بدل ما هنعمل كده لا، انا هعمل ايه؟ هبيع، هيجي واحد يعمل حاجه اسمها فارم، مزرعه كمبيوتر. مزرعه الكمبيوتر دي مزرعه بجد، يعني بيكون عباره عن حته ارض، حته الارض دي بتكون في مساحه مثلا ملعبين الى 4 ملاعب كره قدم، كل اللي موجود في الارض دي اجهزه جنب بعضيها مع تكييفات مع كل حاجه مع زي الفل يعني، تمام؟ طيب الارض اللي هي فيها اجهزه جنب بعضيها دي بيحصل فيها ايه؟ بيقسموا البروسيسورز بتاعته، يعني البروسيسور الواحد ممكن يشتغل اكتر من بروسيسور، بيسموها حاجه فيرتشوال بروسيسنج. مش البروسيسور الواحد بيكون فيه كذا كور؟ ابسط حاجه ان ممكن ابيع كل كور لوحدها،
يعني اعتبر كل كور ممكن تشتغل ايه مع نفسها. طيب ليه الكلام ده؟ شايفين الهيصه دي كلها؟ هيجي واحد يقول ايه، انا في بدايه شغلي مش محتاج الهيصه دي كلها، انا في بدايه شغلي كنت محتاج بروسيسور اشغل عليه برنامج. قال لك خلاص انا هبيع لك البروسيسور ده، هتشتري بروسيسور بميموري 500 ميجا او 700 ميجا او 800 ميجا او 1 جيجا، اختار حجم البروسيسور بالميموري بتاعه واشتريها. طب والويندوز او لينكس او الداتابيز، وانت بتشتري البروسيسور قول لي انت عايز تشتري البروسيسور بحيث يشغل لك يشتغل على نظام لينكس ولا نظام ويندوز ولا نظام ايه بالظبط، وهتاخد البروسيسور بتاعك بس. طيب الميموري بتاعتي هل الويندوز هياخد جزء منها؟ لا، انا بديك الميموري بتاعتك انت، الويندوز هيشغل بروسيسور لكن ال 700 ميجا دول بتوعك بالكامل. يبقى انا مش محتاج ادفع ثمن ال 4 جيجا رام صح، ومش محتاج اشتري لايسنس ويندوز مخصوص بتاع السيرفر، ومش محتاج كمان اشتري لايسنس سيكوال. ليه؟ لان انت ممكن تاجر خدمه السيكوال وما يبقاش حاجه عندك، كل حاجه نازله على حاجه اسمها الايه؟ الكلاود. طيب انا واحد باحث، يعني ايه باحث؟ يعني مش عايز اكذب الاوبريتنج سيستم ده، انا بشتغل في اني ابحث في الاوبريتنج سيستم نفسه، او انا واحد باحث وعندي برنامج بالماتلاب، وانتوا عارفين برامج الماتلاب لو حد اشتغل في شغل الجرافيكس كان بيقعد مثلا برنامج يشتغل اسبوع تمام. طب انا عايز اوزع بدل ما برنامج يشتغل اسبوع على بروسيسور واحد، طب انا ممكن اوزعه على 100 بروسيسور فيشتغل لي في ساعه، فاقدر اعمل نتائج احسن ونتائج ايه اسرع. اعمل الكلام ده ازاي؟ خلاص اجر من هنا 100 بروسيسور لمده ساعه، طب وبعد الساعه خلاص انتهت القضيه على كده، مش محتاج اكتر من كده. هاجر 100 بروسيسور لمده ساعه وادفع ثمن الساعه كام؟ 8 سنت 12 سنت حسب نوع الايه البروسيسور. فلو اجرت 100 بروسيسور هيعمل لك 120 دولار مش مشكله، اوفر اسبوع واصرف 120 دولار هي مشكله؟ اقل من 120 دولار على فكره تطلع، لا 120 دولار صح 120 دولار، فتطلع 120 رقم يعني مش رقم 700 جنيه مثلا، واكون خلصت الحاجه اللي انا عايزها والساعه دي كسبتها واخش في اللي بعديها، فتفرق معايا كتير جدا. فقالوا طب خلاص يبقى في ناس بتحتاج تشتري الهاردوير نفسه، تاجر الهاردوير، وناس بتحتاج تشتري ان يكون في ويندوز او لينكس، وناس بتحتاج تشتري ان يكون في داتابيز، وناس بتحتاج تشتري البرنامج نفسه. يعني ايه؟ يعني انا هخش انا واحد بتاع حسابات ماليش في الليسته دي كلها، انا محاسب ماليش في الليسته دي، امال انا عايز ايه؟ انا عايز اخش اشتري ادخل الحسابات بتاعتي، ادخل القيود، ادخل مش عارف ايه الكلام ده. فالتلات نماذج دول نماذج مختلفه للبيع. اول نموذج سموه الانفراستراكشر از سيرفيس، اول نموذج اسمه الانفراستراكشر از سيرفيس. امال ايه يا باشمهندس الاون بريمسز دي؟ الاون بريمسز يعني على جهازك، لو البرنامج على جهازك يعني على نفس، انت محتاج تشتري الشبكه النتورك، النتوركينج اللي هتعمل لك الشبكه بتاعتك، محتاج تشتري الاستورج اللي هي الهاردات اللي عمالين نتكلم عنها، محتاج تشتري السيرفرز اللي احنا عمالين نتكلم عنها، محتاج تشتري الفيرشواليزيشن. يعني ايه فيرشواليزيشن؟ حابب تشتري سيرفر بامكانيات كبيره وتخليه يتعامل مع الناس كانه كذا سيرفر. اوكي؟ محتاج تشتري الاوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز او ايا كان، محتاج تشتري الميدل وير اللي هو ده مش مشكله تخش تفاصيل الميدل وير، بس الميدل وير اللي هي وسيط ما بين البرنامج اللي هيشتغل وما بين الايه؟ الاوبريتنج سيستم، حاجه زي الدوت نت. مش الدوت نت دوت بتكتب برنامج على الدوت نت يوم الدوت نت يحوله لحاجه عشان الكمبيوتر ينفذه وما الى ذلك، ده كده حاجه في النص ميدل وير. والداتا والابلكيشن بسرعه كل حاجه. طيب لو احنا اشتغلنا انفراستراكشر از سيرفيس، يعني ايه انفراستراكشر؟ هاجي دلوقتي اروح لجوجل او لمايكروسوفت او لراك سبيس، دول الشركات اللي بتبيع كلاود. اوكي؟ واقول لهم بصوا انا عايز مساحه قد كده، وعايز بروسيسور بالمواصفات الفلانيه، وعايز ميموري بالمواصفات الفلانيه. عايز اربعه بروسيسورز بالمواصفات الفلانيه بالميموريز دي. اوكي؟ وهم شاريين. انزل انا عليهم الاوبريتنج سيستم واعمل بقى اللايرز اللي بعديها، بعد ما انزل الاوبريتنج سيستم هشوف انا هستخدم بي اتش بي ولا ايا كان ولا دوت نت ولا وات ايفر، وبعد كده ابدا اطلع في اللايرز بتاعتي. يبقى انا كده رحت اشتريت هاردوير على الكلاود، بنزل عليه الاوبريتنج سيستم وبنزل عليه كل حاجه. طيب تاني حاجه ممكن، طب ايه فايده حاجه زي كده؟ هنتكلم بقى في الفوائد لما احنا عندنا فكره عنها. اللي بعديها ان انا هشتري على طول الران تايم. يعني ايه هشتري الران تايم؟ انا عارف ان انا هبرمج جافا، فاروح لجوجل لا انا عايز ابرمج، انا عايز اشتري حاجه بتشغل الجافا، يوم مديني حاجه تشغل الجافا وانا منزل عليها برنامج الجافا يشتغل.
ساعتها بنسميها بلاتفورم از سيرفيس. بلاتفورم از سيرفيس يعني بلاتفورم هو البلاتفورم، مش المينا دي مش اللي بتيجي عليها مراكب عشان ترسى وتطلع وتخدم وتخدم على الشغل بتاعي كله، صح؟ فانا بشتري البلاتفورم اللي يخدم على البرنامج بتاعي. انا هبرمج دوت نت، اروح اشتري ويندوز اجر. انا هبرمج روبي، اقدر اشتري يا ويندوز اجر يا هيروكو. انا ببرمج جافا، اقدر اشتري من هيروكو او ويندوز اجر او جوجل. انا ببرمج بايثون، اقول لك افضل حاجه تروح لجوجل. الباقيين بيسبورتوا بيسبورت، بس احسن حاجه جوجل. طب لو روبي احسن حاجه هيروكو، وهكذا. يبقى هو بيديني، انا بكتب الكود، انزل الكود، الكود يشتغل، ولا بقى ما بتشغلش نفسي قوي بتفاصيل اللايرز اللي تحت. بس هل انا بختار البروسيسور؟ بختار برضو البروسيسور، بس ماليش دعوه الاوبريتنج سيستم بنزله ولا ما بنزلوش. الحته دي ممكن عشان احنا مهندسين نحب ننزل بقى البرامج ومش عارف ايه، انا مش هنزل اوبريتنج سيستم وانا لا، ده انت بتشيل من دماغك كميه صداع بانك مالكش دعوه بالمينتنس بتاع الاوبريتنج سيستم دي. لا تتخيل، لان الاوبريتنج انت تخيل ده واحد مبرمج عايز تعمل سيستم عشان يشغل العميل، صح؟ مشكله ان انت تتعامل مع الاوبريتنج سيستم ده كاوبريتنج سيستم، دي مشكله كبيره جدا، وبيبقى لها ناس متخصصين وبيعرفوا يتصرفوا فيها، ويحصل عليك هاكينج ويحصل مش عارف ايه، والاوبريتنج سيستم يقع، وحاجه راحت ضربه في مباراه وقفت لك السيستم وما الى ذلك، وحد بيضحك ورا شغال في الموضوع ده. جميل. فده عايز مهندس متخصص في الحته دي، وفي مهندس ثاني متخصص في البرمجه. مهندس البرمجه مش عايز يشغل نفسه بس الاوبريتنج سيستم، بس ساعتها بيشتغل بلاتفورم از سيرفيس، ما يمنتجش الكلام ده كله، ما يعملوش صيانه، تمام؟ طب مهندس بتاع نتورك وما الى ذلك ممكن يشتغل في المنطقه دي، ما ينفصلكش على سيرفيس بالظبط، ما ينفصلكش شحن تاني يستعملها وما الى ذلك. طيب سوفت وير از سيرفيس، اخر حاجه، كل اللي هي بتتباع، كل الابيض ده بيتباع، حتى الابلكيشن. انت بقى كمبرمج، انت اللي بتبرمج البرنامج اللي هيتباع ايه؟ سوفت وير از سيرفيس. مين اللي بيعمل السوفت وير ده؟ مش انت؟ عادة المبرمج بيشتري هنا، عادة المبرمج بيشتري مين؟ هنا. واخدين بالكم كلمة عادة ما بقولش دائما، خلي بالك، عادة يعني 90 80% 90% بتشتري هنا، تمام؟ عادة الباحثين بيشتروا هنا، تمام؟ برضو انا بقول عادة ما بقولش دائما، اوكي؟ عادة المستخدم النهائي البيزنس يوزر بيشتري هنا، اوكي؟ طيب امال هنا ده اللي احنا كلنا بنعمله خلاص، ده اللي هو كل حاجه، ده جهازك اللي فيه كل حاجه، اوكي؟ طيب قبل ما نسيب السلايد دي، لان السلايد دي هي البيز اللي هكمل عليه. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال مكسوف يسال؟ في حد عنده سؤال مش مكسوف يسال، اتفضل. دلوقتي اللي هو حته الديفلوبر لما بيجي يشتري في الجزء بتاعه، يعني انا بفتح الجهاز الاقي قدامي ايه؟ لما تفتح الجهاز يعني انا دلوقتي اشتري كل حاجه. ما بتفتحيش الجهاز بقى، هو جهاز مفتوح. هو جهاز على النت، بتخش بتكونكت عليه ريموتلي، تيجي بيكون عندك برنامج، اوكي؟ بعمل ريموت كونكشن على الجهاز وافتحه، تبص تلاقي مفتوح قدامك شاشه ويندوز، بتبقى في ويندوز مفتوح قدامك الويندوز بقى بكامل، بالستارت مش عارف ايه بكلام من ده، مجرى ويندوز مجرى لينكس، هتفتح تبص تلاقي قدامك الشاشه كده فيها اللينكس شغال، تعمل اللي انت عايزاه فيه، اوكي؟ ده لو انت واخده ايه بلاتفورم از سيرفيس. طب لو انا واخد انفراستراكشر از سيرفيس، اوكي؟ وانت بتاخديها عادة بتقوم تقولي للشركة، شركة بتديكي أدوات تعرفي تنزلي بيها اللي أنت عايزاه، تنزلي بيها الويندوز، تنزلي بيها قبل ما توصلي للجهاز نفسه، لأن الجهاز بيبقى شغال بس معلوش حاجة، مش عارف تعملي معاه. فبيديك صفحة كده انترفيس على الويب، الانترفيس على الويب دي تقولي له إيه؟ قوم الجهاز، اعمل له باور أون. بعد ما تعمل له باور أون تنزل له اللينكس بالمواصفات الفلانية، أو نزل له ويندوز بالمواصفات الفلانية اللي أنت عايزها بقى تشغليه عليه، أو نزل له الروتينج سيستم ده، تدي له حاجة اسمها فيرشوالية. إيه الفيرشوالية؟ هو اوبريتنج سيستم نزلته عندي وهو مديله نسخه منه اللي نزله عندك، هو شغال، خدت بالك؟ فكده ده لو انا واخد مين؟ انفراستراكشر از سيرفيس. بلاتفورم از سيرفيس قلت لك كده، بتفتحي تخش على البرنامج على طول من خلال حاجه اسمها كونكشن، اوكي؟ وممكن ما تخش على البرنامج خالص، يعني انا مثلا بنبرمج احنا سيستم، اوكي؟ حاليا على الكلاود مثلا، السيستم دوت نادرا ما بكونكت على الويندوز اللي شايل السيستم، امال بعمل ايه؟ كل مره بعد ما طلع برنامج بعمل له كومبايل، طبعا انتوا عارفين ان نعمل كومبايل البرنامج، اوكي؟ بعد ما اعمل له كومبايل اخد الكومبايل ده واقوم محمله عليه، بيطلع حاجه اسمها باكج، اقول له احمل الباكج، بخش على صفحه ويب كده هقول ايه، هوريكم الكلام ده كله، واقوم محمل الباكج عليه، اوكي؟ هفرجكم على الحاجات دي. ها؟ ازاي كونكت على هوريك دلوقتي، هوريكم عملي، خلاص عشان نبقى حلينا المشكله دي. حد عنده سؤال تاني؟ هو
متأكدين؟ طيب